بأيد عراقية وبأسلوب مبتكر جهاز تحفير صنع محليا وضعه صاحب علو الفرح أمام محله للحد من انتشار وباء كورونا وأيضا لإرسال رسالة إلى أصحاب المحال التجارية في ضرورة تحمل جزء من المسؤولية للقضاء على هذا الوباء الخطير. غير مسموح للدخول إلى علوة الخضار دون ارتداء الكمامات والمرور داخل جهاز التحفير. هذا الجهاز المبتكر محليا والمصنع بالأيادي العراقية مهمته تعقيم من يمرون داخله. صاحب علوة الفرح في منطقة العمرية وجد أن هذه الفكرة هي الحل الأمثل لكي يمارس نشاطه التجاري دون أن يتسبب في ضرر أحد من زبائنه. والله هي المبادرة يعني حرصا على سلامة المواطن، و يعني الوباء خاف ينتشر، وهذا قدر الإمكان خلينا هذا الجهاز ولبس كمامة المواطن قبل يدخل اللي ما لابس كمامة، ومثل ما تشوف هسه يتعفر شخص الله يطب إلى المحل، يعني حفاظا على سلامته. هي مصلحتهم مو لا زيد ولا أقل ولا يخلي تلبسه، شنو الفائدة؟ شو مصلحتها إذا هي تفرض عليك تلبسها؟ هي مو تفرض عليك، تخاف عليك على مود من العدوى شخص ينتقل آخر. رغم التحذيرات المتكررة ورغم اللوائح الإرشادية التي نشرتها خلية الأزمة ووزارة الصحة، ما زال الكثير من المواطنين يستهزئون بهذا الفيروس الخطير، أو لربما يتعالون على أن يخضعوا لقرارات لم تصدر إلا حرصا على سلامتهم. الوقاية مثل لبس الكمامة وارتداء الكفوف الواقية أو التعفير بمثل هذه الأمور سوف تسهم إسهاما كبيرا في القضاء على هذا الوباء، والوقاية هي خير من العلاج. فهذه مبادرة جيدة جدا، يفترض أنه تعمم على أكثر، ويحتاج إلى دعم من وزارة الصحة توفر المواد المعقمة بالذات. إن لم يكن الذي يستهين بالمرض يضع لحياته أهمية، فما ذنب غيره؟ هكذا تساءل العديد من البغداديين بشكل خاص، ويبحث عن إجابته العراقيون عموما. فقد تحدث كارثة وبائية كبيرة بسبب مجموعة من الأشخاص الذين لا يتحملون مسؤولية الحفاظ على سلامة المجتمع. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.